مرحبا، اليوم احنا بكشستو. هذا المطعم مشهور بالسمك اسمه بالك جم، يقولون السمك بيه كلش طيب. خلينا نشوف شنو هذا الطيب، شنو الانواع الموجوده عنده. هذا النوع يسموه سايمون، يعني سلمون البحر الاسود، طبعا هو المتعارف عليه. هذاك النوع اسمه مسكت، هذا هم كذلك السلمون. هذه انواع اخرى من الاسماك صراحه ما اعرف اسمائها. هذا كذلك المسكت، وهذا الشعري نسميه احنا بدولنا العربيه. هذا ليفريك، يسموه بالتركي ليفريك. هذا هو المطعم من الداخل، طبعا قاعده كلش حلوه، هالكراسي الخشب، وعندهم احلى شيء هاي الصوبه، هاي الصوبه حطب. اول ما تقعد ينزلوا لك المقبلات، منها بوتيته سلق وطرش خيار. عندهم هذا الياقطين يسوون من عده حلاوه، يعني يقدموها بعد الاكل. احلى شيء عندهم هذا المي، طبعا ينابيع طبيعي. مقبلات السلطه شيء مرتب بصراحه. هذا الروبيان يجيبوه مثل الطاجن، يعني شلون الطاجن يخلوه بالفرن بهذا المعدن، وياه ثوم وياه زبده. بصراحه الريحه مالته تشهي ومستوي، صدق مرتب. اذا تغمس بالخبزه شيء مو طبيعي بصراحه. طعم الثوم والزبده. هذا السلمون يسمونه التركي سايمون، بس يعني طريقته بالشواء رهيبه بعد، ما يعني انت قاسي على الوقت، يعني الاكل عندهم خيالي صراحه. هذا المسكت طبعا صاير شلون الزوري عندنا، بس شنو مايع دايق يعني. وهذا شنو؟ هذا الثرب. شلون ثربنا؟ بس طعمك يعني ما ينوصف بصراحه. هذا الهمسي صاير يعني اصغر من الزوري، سمان طعمه كلش طيب. هذا يشتهر بالبحر الاسود صراحه، اكلهم شيء خيالي. عندهم الشاي مثل الشاي العراقي، ونفس ترتيب الاستكان، بصراحه كلش طيب.